عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هالنهار إن شاء الله غنقدم لكم واحد الموضوع اللي منفرد يعني في القناة ديال دي دو سامدي. الناس اللي بغاو نموذج ديال العشة ديال الدجاج، يعني أنا راني بنيتها، أنتم كما كتشوفوا معايا هما القناين، هما هنايا هما القناين، يعني خليتهم هنايا أنتم، ولكن هنا بجانب درت واحد العشة ديال الدجاج اللي بغى النموذج ديالها. غادي نوريكم كيفاش الطريقة ديال البناء. أنايا عندي هنايا القصب، راني كنصوبو راسي، عندي الطريقة كيفاش كنصوبو، أنتم كما كتشوفوا معايا ها هو القصب القصير، هذا قصير وهذا طويل أنتم. أنا خلي هنايا هذا الشيء أنايا بنيته بيدي، اللي بغى شي استفسار يعني كيفاش كيتصاوب هذا القصب خليوا لي التعاليق ديالكم، راني غير بالخير ممكن اننا نصوبوا هاد العشه هذه، يعني هاد الطريقه كيفاش كنديروا يعني هاد النجان، هما كيسميوه النجان انتم كما كتشوفوا، يعني كتبني هاد الجهه هكا، وباش تستغلوا يعني القنت ديال الناس اللي عندهم الاسطح، ممكن غير هاد المستوى ديال 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 السطح تستغلوا القنت هانتوما كما كتشوفوا. راني باقي ما درتلهاش الميكا، انا عاد باغي نديرها الميكا، ولكن قبل ما ندير لها الميكا بغيت نوريكم النموذج كيفاش صنعت هاد الشيء هانتوما. داكشي بسيط يعني ما فيهش هاد الشبيك هو ديال الثلاجه، هو هذا هانتوما، هذا ها هما هو باش صنعت هاد الجهه هنايا. هاد الجهه خليتها كمتنفس، وفي نفس الوقت الشميشه كتضرب من هاد الجهه، لاحظوا ان الشمس راه ضاربه في هاد الجهه. لاحظوا هنايا هانتوما هاد الخيط هذا هانتوما، ممكن هنايا تشوفوا هنايا غير باش تعطيهم الماكله هانتوما كما كتشوفوا، هنايا السطل ديال الماء، وهنا علافه هانتوما كما كتشوفوا. البلاصه ديال يعني البيض هي هذيك، راه تما الباب راه عندها من الجهه الاخرى، وهنايا فين كيبيتو خشبه عاديه كتجي من هنايا، من هنا لهنا. هنايا شحال فيها ميطو ونص على العلو، تقريبا ميطو 20، يعني العلو ميطو 20 هانتوما كما كتشوفوا. طريقة بسيطة هنايا غير باش ما يضايقوناش الدجاج، نبقاو ندخلو عندهم من الباب. البلاصة ديال البيض راها من الجهة الأخرى، والبلاصة هنايا فين نعطيهم يعني العلف نعطيهم من هاد الجهة، من هنا هاد الجهة هنايا، هادي هنايا فيكس، هادي فيكس، وهنايا هادي فيكس، وهنا راه غير بالسلك، هادشي ماشي شي حاجة، ماشي تشوفوا هادشي مبني بواحد الطريقة يعني كيبان لكم داكشي يعني بروفيسيونيل، ولكن راه غير بالسلك وخيط، والخيط هانتوما كتجمعوا داك به القصب هانتوما. هنايا دايرها بجوج مسامرات هنا هانتوما، غير كتسكي بواحد الطريقة صافي هانتوما هكا. إلا بغيتي تشوفوا جهة الباب هانتوما، كان نموذج هانتوما، كاين هنايا السلك هكا، وكتحل جهة الباب هنايا، هنايا خشبة، هيا شد الباب هنايا، وهنا هذا راه باب عبارة عن باب هاو هانتوما كما كتشوفوا هانتوما، هذا باب من هنايا، ممكن أنكم تدخلوا من هاد الجهة وتلقاو الجهة ديال البيض. أنا باقي ما عمرتهاش يعني بالدجاج، أنا عاد غادي نشري الدجاج، ولكن السر ديال هاد الشيء كامل أن الدجاج البلدي سمو كيبغي يعني يخبش في الارض وما يكونش عنده السيمه بحال هكا، السيمه حرش منسه هكا، لا كيبغي هو الرمله. انا شنو درت، جبت ميكا هانتوما الا لاحظتوا معايا، ها هي ميكا درتها هي الاولى، وجبت الرمله هذه راه عباره عن رمله هانتوما كما كتشوفوا معايا، راه رمله هذه هانتوما، وسقيتها شويه بالماء تحجرت، وخليت يعني تقريبا بشحال طلعت بواحد 10 سنتيم يعني العلو، يعني احنا نقولوا هذا هو
هو المستوى ديال 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 السيما. درت الميكا هي الاولى ميكا، درت بعدها اطار في الاول، اطار هكا اطار، ودرت الميكا الميكا وجبت الرمله، بقيت كنعمر. منين عمرت تقريبا المستوى قد هكا، نقولوا واحد 10 سنتيم، كله عباره عن رمل. هذا علاش؟ لان الدجاج البلدي كيبغي يخبش في الارض، يعني ما يمكنش دير له غير يعني السيمه وتخليه. وفي نفس الوقت راني درت الظلمه عليهم، يعني انتم غير ما تشوفوا معايا، هذه غادي دير هكا، هذا غطاء عادي كما كتشوفوا، انتم شوفوا يعني شي حاجه نقيه وخا بمواد بسيطه، ولكن شي حاجه نقيه. انتم الا بغيتوا شي استفسار ولا شي اطوال، النموذج هو هذا، راه بسيط. ممكن انكم في العود ما ديروا القصب، ديروا شي حاجه اخرى، لكن النموذج هو هذا. انتم كما كتشوفوا هنايا، انتم الشميشه باش تدخل عليهم في الصباح، غطاء من هذه الجهه هكا، الجهه التحتانيه راها مسدوده هذيك فيكس، الجهه الاخرى هذه حتى هي راها فيكس راها مشدوده. هنا كاين واحد السلك، ها هو ها هو ها هو، ثلاثه ديال الاسلاك. وهنا كاين واحد مسمراس، ملي كتبغي تحل كتسكي واحد شويه هكا وتطلق هكا. هانتوما كاين واحد خيط من هاد الجهه لهاد الجهه، يعني غير باش هاد المستوى ديال الخيط ممكن انكم تخليوه هنا او هنا، باش الدجاج ما يجيش هارب من هاد الجهه من هنايا. يعني غير جهد منا غير تحلو عليه بحال هكا، تحلو بهاد الطريقه هكا، وتشد الحفنه ديال اما الدرا ولا تكون دايرها مثلا شي طاسه ولا، وتكبها لهم العلافه هكا. هانتوما العلافه راه مشدوده بواحد الطريقه، هانتوما الماء ها هو السطل ديال الماء عادي بطريقه بسيطه. وهنايا فين كيبيتوا، حنا كنقولوا فين كيبيتوا هاد الخشبه هادي، هما كيطلعوا فوق منها، كيطلعوا فوق منها وكيبيتوا تما، كينعسوا حنا كنقولوا كينعسوا تما. اما البلاصه ديال البيض، هانتوما كيما كتشوفوا كاينين ثلاثه، هاد يعني الحجم ديال هاد العشه، ممكن انني نجيب فيها ذكر واحد، يعني ديك وثلاثه ديال الدجاجات. المهم ان شاء الله منين غادي نجيب الدجاج غادي نصورهم لكم ان شاء الله. يعني بغيت نطور شي شويه من المشروع على حساب القنايين، بغيت ندير حداه حتى شويه ديال يعني الدجاج على حساب البيض، على حساب شي واحد يطور شي شويه من راسه صافي. اذن الطريقه ديال الميكا، انتم كما كتشوفوها ميكا راه مضروبه من الجانب هكا، متنيه هكا، وكتخليوها هكا هكا، وتنيوها الجهه اخرى، وتجيبوا الرمل وتعمروا فيها رمل عادي. من بعد كتسقيوه بالماء باش كيتحجر واحد شويه، وكتخليوه من الفوق هكا داير بحال الطريقه هكا، باش الدجاج يقدر يلعب فيه ويخبش فيه ويتحرك. المهم هادشي بحال اللي درتو له الدجاج، درتو له واحد الطريقه بلديه للغايه. اذا بالنسبه كيفاش تفيكسيو الياجور مع هاد الخشب مثلا، ماشي تبقاو تحفروا، انتم كما كتشوفوا غير واحد جوج ثقوب انتم الا كتبان لكم، وكدير السلك وكدير الخشبه انتم، والجهه الاخرى انتم مفيكسيه من هنا، والشيء الاخر غادي غير بالسلك تقريبا، ماشي شي حاجه يعني شي طريقه بدائيه للغايه. انتم كما كتشوفوا هذا نموذج كنموذج وصافي. بالنسبه للشتاء غادي نديروا واحد الميكا من هنا من الفوق، تكون دايره ميكا من هذا النوع، هذا ميكا من هذا النوع هذا، غادي نحطها من الفوق وندير فوق منها هاد الغطاء هذا. يعني غادي تجي هي من هنايا، غادي من هاد الجهه، وكاشه فوق منها، هاد الكاشه تحميهم من الشمس باش ما تجيش مباشره عليهم. والميكا الا مشات تصبت الشتاء ما تطيحش عليهم من الداخل. اذا انتم كما كتشوفوا نموذج بسيط، الا بغيتوا اذا كاين اي استفسار، الناس اللي ما فهموش شي حاجه، او الطريقه ديال النج ديال هذا القصب
هذا القصب هذا انتم كما كتشوفوا الا بغيتوا الطريقه كيفاش خدمته ممكن انني نوريها لكم شي فيديو على حسب نتوما التعاليق ديالكم الا بغيتوني الا بغيتوا هذه الطريقه هذه راه ممكن هذا القصب تخدموه حتى القنايل انكم تصنعوا به واحد كاج غير القنايل البلديه ماشي الروميه لان القنايل الروميه كياكلوا هذا الخشب اما البلديه ماشي مشكل ممكن انكم الناس ما عندهمش استطاعه انهم يشريوا كاج ممكن انه الى حداكم شي 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 جنان فيه هذا النوع من القصب هذا الخيط راه كيدير غير 5 دراهم للبوبينه ممكن انني نوريكم كيفاش صنعت هذا الشيء انا كنصنعو بيدي ما حتى واحد ما كيدخل عندي هنا كنصاوب كل شيء هذا الشيء بيدي اذا هذه هي العشاء ممكن انكم تصنعوها بالصحه والراحه ان شاء الله اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معايا في القناه يشاركوا معايا قناه غاديه بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم تكيو على زر الجام ساندوني بزر الجام وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.